وفي القاهرة تواصل السفارة التونسية استقبال أبناء الجالية التونسية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. ومن داخل السفارة التونسية بالقاهرة ينضم إلينا أحمد عبد الرازق مراسل أكشن نيوز. أهلا بك أحمد. تحياتي لك جمانة. بالفعل أقف أمام مركز اقتراع دائرة مصر في الانتخابات التونسية الرئاسية، وهي واحدة من مركزين اقتراع في مصر، واحدة في الإسكندرية والثانية هنا في القاهرة. وكانت مركز اقتراع دائرة مصر في الانتخابات الرئاسية التونسية قد فتحت أبوابها للناخبين من أبناء الجالية التونسية صباح أمس الجمعة 11 من أكتوبر، وتستمر حتى غدا الأحد 13 من أكتوبر. مصر واحدة من بين 49 دولة حول العالم تفتح أبوابها في نفس التوقيت من 8 صباحا حتى 6 مساء حسب توقيت كل دولة. جدير بالذكر أن هذه هي جولة الإعادة، وأن الجولة الأولى من الانتخابات التونسية قد انتهت بأن تصدر اسمين هما كما ذكرت قيس سعيد القائمة بنسبة 18.4% والسيد نبيل القروي بنسبة 15.6%. وبناء عليه قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عقد جولة إعادة في هذا التوقيت، والتي تبدأ كما ذكرت غدا في تونس. وكنا قد التقينا السيد عبد الوهاب الرئيسي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التونسية بدائرة مصر، وقد صرح لنا أن عملية سير الانتخابات تسير بشكل جيد في مقريها بالإسكندرية والقاهرة، والتي تضم نحو 1200 هنا في القاهرة و200 في الإسكندرية هم المقيدون في الجداول الانتخابية. وقد تم الاستعداد لهذه الانتخابات بشكل جيد من حيث الأمور اللوجستية الخاصة بإحضار الصناديق والأحبار وأوراق التصويت وما شابه من أمور من أجل الاستعداد لعملية الانتخاب. صرح أيضا أن نسبة الإقبال تسير بشكل جيد كما في الجولة الأولى، ربما كان نسبة إقبال السيدات أفضل من إقبال الرجال أو الشباب، ويناشد الشباب التونسيين من الجالية التونسية في مصر أن يبادروا بالإسراع بالإدلاء بأصواتهم في اليوم المتبقي. حتى الآن بقيت ساعتين لانتهاء التصويت لليوم الثاني في هذا المقر، مقر الاقتراع القائم أو الكائن بالسفارة التونسية بالقاهرة. هذا ما لدي حتى هذه الساعة. أعود إليك مرة أخرى جمانة. شكرا أحمد لك لهذا العرض المفصل. أحمد عبد الرازق مراسل أكشن نيوز من داخل السفارة التونسية بالقاهرة، شكرا جزيلا لك.